السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوه مشيوات كوزينتنا. قبل ما غادي نبداو الفيديو ديال اليوم، ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه وكذلك انكم تضغطوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وفرجه ممتعه. بالنسبه للاقتراح ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره على سلطه. غادي نحتاجوا في المكونات ديالها بصله صغيره اللي كتكون مشلضه رقيقه، غادي نحتاجو جوج فصوص ديال الثومه، غادي نحتاجو الفلفله الوان. انا هنا مديره ربع ديال الفلفله خضراء صفراء برتقاليه وحمراء. غادي نحتاجو العلبه صغيره ديال الشعريه الصينيه اللي رطبتها من قبل وصفيتها وقطعتها غير واحد شويه، ما قطعتهاش صغيره بزاف. جزره اللي غادي تكون محكوكه في الجال غليظه، شويه ديال الفطر الاسود اللي حتى هو مرطب وقطعته هكا، شويه ديال الفطر معلب، واحد العلبه اللي كانت صغيره. الا كانت القرعه الخضراء حتى هي ممكن انكم تضيفوها، تحكوها وتضيفوها. غادي نحتاجوا شويه ديال سكينجبير اللي كيكون طري محكوك، ملحه والبزار بالنسبه للتوابل، وغادي نحتاجوا الصلصه ديال الصوجا، واحد شويه من صلصه السمك. اول حاجه في المقله اللي غادي نشحروا في هذه المكونات، غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير البصله والثومه هما الاولين يتشحروا، غير نزلوا واحد شويه وغنبداو نضيفوا المكونات الاخرى حاجه بحاجه. من بعد ما شحرت المكونات كامله متابعه كيف ما لاحظتوا معايا، غادي نضيف دابا الشعريه الصينيه، ولكن ما طيبتهمش بزاف، بغيت نحافظ على داك الكروكون ديال الخضر، كيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق. هنايا ضفت الشعريه الصينيه، غادي نضيف التوابل اللي هي غير الملحه البزار وسكينجبير طري، وغادي نضيف واحد شويه من الصلصه ديال الصوجا، غير كميه قليله تقريبا واحد المعلقه صغيره، ما غاديش نكثر، وشويه من الصلصه ديال السمك كما ذكرت كميه قليله باش نبقى محافظه على هذيك النكهه ديال الخضر، ما بغيتش نغير فيها. معلقات صغار ما كاملينش صافي. غادي نرجع هاد المكونات كامله فوق النار حتى تشحر مع التحراك، تشحر وتنشف السلطه. بعد ما تشحرات مزيان نذوقوا الملحه وكذلك البزار الا كنفضلوا اننا نضيفو، كيبقى بطبيعه الحال على حسب الذوق. كنقدموها وهي مازال سخونه، كل ما غادي نقدمها غادي نزينها بواحد شويه ديال المعدنوس وكنقدموها وهي مازال سخونه. بالنسبه لي انا مقترحه مع دي شوسون معمرين بالجبن كفكره للعشاء اولا ممكن للغدا كيف ما كتفضلوا بطبيعه الحال. هذا كاقتراح ونتمنى انه يكون نال اعجابكم. دائما ما تنسوش انكم تشاركوا معايا في القناه باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد، ما تنسوش انكم تفعلوا الجرس وبصحه وراحه.